السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وانتم كتشاهدوا في الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. مرحبا بالناس اللي عاد التحقوا بالقناه ديالنا، كنقول لكم مرحبا بكم، ومرحبا بالناس اللي كانوا شحال هادي المتتبعين الاوفياء ديال قناه زينب وسعديه اوكسي، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى نكونوا في حسن الظن ديالكم. المهم ان شاء الله اليوم اش غادي نقدم لكم هذا النهار. شفت واحد الوصفه في مواقع التواصل وعجبتني، قلت بلاتي نجربها ونبارطاجيها مع المتتبعين ديالنا. الا جات هي هذيك نقولوا لهم راه جات زوينه، ايوا الا جات ماشي تال تما ونقول لكم شنو كاين. المهم دابا غادي نمشيو باش نشارك معكم المكونات ديال هذه الوصفه، وندير الطريقه اللي دارت ديك الاخت اللي دارتها، وغادي نشارك معكم حتى حنايا ما نخرجوش من الجماعه. يلا تابعتي لنا الفيديو، ارتجو نشاركي تخن الوصفة اوكي تاويني في المواقع التواصل. يلا انزري الغيكس المقادير باش ارتجو نشاركي تخن الوصفة. دابا على بركة الله غادي نشارك معكم المكونات اللي كاينين في هذه الوصفة. عندي هنا الدقيق، 4 الكيسان ديال الدقيق، ودرت فيهم شويه ديال الملحه، هادشي اللي كاين في النواشف. خلا هادو راه ماتاريان، عندي هذا وعندي هذا، نجربهم نشوف شكون فيهم اللي غادي يجيني زوين، ولكن واقيلا هذا. وهذا كيعبر ليا كاس ديال العنبه، وغادي نعبر بهاد الزلافه. وعندنا هنا هادشي اللي اساسي كاع في هاد الوصفه، عندنا هاد الباستا اللي ما فيهاش الشوكولاط، طونيك ولا اي باستا اللي بغيتو. ودابا غادي نجيبو الجميله ديالنا، نحيدو الدقيق بعدا لهنا باش ما نديرو شي كارثه. ايوا واحد غادي نبداو نخوي الماء، ندير الماء في الجميله، وهاد الماء سخنتو باش يجيني ساهل شويه في الوصفه ديالي. غادي نعبر هنا 5 الكيسان ديال العنبه، واحد كل بمويه كتهز كاس، جوج. دابا درت 5 الكيسان ديال الماء السخون، وغادي نعاود نرجعو للبوطه، راه ما غاديش نخليه هكا. غادي دابا نحلو هاد بيمو، غادي نديرهم كاملين ونرجع باش ما يجيش الفيديو طويل، حيتاش الا بقيت هكا كنقطعهم هكا راه غايدير فيديو طويل. اللهم نقطعهم كاملين ونرجع. دابا غادي نديرهم في البوطه باش يطبخوا ليا واحد شويه باش يترقدوا مزيان، ونرجع ونشارك معكم زعما، ونرجعوا باش نشارك معكم كيفاش غنديروا لهاد الوصفه. المهم كما كتشوفوا ها هو كيطبخ هاد البسكوي ديالنا. ايوا نخليوه دابا يطبخ مزيان حتى يذوب. صراحه هذا اللي شريت فيه الشوكولاط كحل ما شفتوش حتى لدابا، كان عليا نقول ليه خصو يكون فيه الشوكولاط بيض، وماشي مشكل حتى هذا الكحل ماشي مشكل، هذا الكريمه اللي في وسطها كحله، ولكن ماشي مشكل غادي نخدمو به كيف ما كان، سواء كحل سواء بيض لي كان. غادي نخلي دابا هاد المكونات يطيبو مزيان حتى تدوب ليا هاد الباستا، ايوا عاد غادي نرجع نديرو ليها الدقيق ان شاء الله يا ربي الحبيب. صافي دابا ملي طبخات ليا هادي حتى دابا هاد البسكويت، هانتوما كتشوفو
دابا غادي نستعملو الدقيق، غادي نديرو الدقيق، غادي نحيدها فوق البوطة وغادي نجيبها فوق الطبلة عاد غادي باش نتحكم فيها ندير ليها الدقيق. صافي ملي حيدتو لفوق الطبلة باش نتحكم فيه، دابا غندير الدقيق. بسم الله، ها الزلافة كتزلق ليا، ما تحكمت فيه حتى دابا. ايوا الله يرزقنا الصحة وصافي هادشي اللي كاين. السلامة، غادي نبقى نخلط هادشي كامل حتى نعجن، يتعجن ليا مزيان. نبقى نزيد الدقيق شوية بشوية حتى نجمع على العجينة اللي بغيت، على القوام اللي بغيت. خفت لا ندير الماء كامل، عفوا الدقيق، وتجيني هادي ما قاصحة ولا شي حاجة، حيتاش الدقيق كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. ايوا هادشي اللي كاين، والصحة على قد الحال، اللهم لك الحمد. الا كتسناوني الا بقيت كانت كتسناوني نكمل العجينه بلا ما نقطع الفيديو، غادي يجي طويل. اللهم غادي نوقف الفيديو حتى نكمل هاد العجينه حتى نجمعها، حيتاش الا بقيت هكا غادي نتعطل. ايوا نرجع لكم ان شاء الله. كما كتشوفوا راه عندي الزهر، جات لطيفه، هي اللي عجناتو اللي كملاتو، حيتاش الصراحه ما نقدرش عليه، جاني صعيب. عولت نعيط على رشيده تجي تعاود زعما تكملو، ولكن ملي جات لطيفه صافي كملاتو ليا. بغا صراحه شي واحد اللي قاس حنيت مزيان. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم غادي نخرجو العجينه ديالنا هكا بهاد البوق ولا هاد القومع، كل واحد واش كيسميه. وانتم كتشوفوا العجينه كتجي كتخرج، صافي كتخرج هكا. نتمنى تكون ما شفتوهاش، ما باينه شي، يسحب ليا كتبان ساعه ما كتبانش. المهم غادي نخرجوها كيف ما شفتوا بهاد البوق، وغادي نلويوها هكا، نخليوها هكا صافي، غادي نخليهم هكا. غادي نعاود واحده اخرى معكم، حيتاش هذيك الاولى ما بايناش، جبت هذا بديت كنعصر فيها هكا بشويه بشويه حتى كتخرج. صراحه ساهله كتخرج، ماشي بحال العجينه ديالها. نشوف بعدا واش كتبان. كتبان دابا. نتمنى يكونوا باينين. غادي نحيد الفلاش للتليفون واش غيبان. ها هما دابا باينين حسن من الفلاش، الفلاش كيضرب النيت فيهم ما كيبانو. هانتوما. ايوا المهم غادي نستمروا بهاد الطريقه ديال هكا حتى نعمرو الطبله ولا نعمرو شي بلاطو، نكملوهم عاد ندوزو باش نديروهم عاوتاني تقليو. غادي نجربو هاد البوق الاخر، غادي نجربو داك الاخر نشوفو كيفاش غايجيو. كنلويهم هكا شويه ونسدوهم. هذا غادي ندهنو عاوتاني بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا هاد العجينه، ونجربو. هذا فيه هاد السنان هنا، وهنا ما فيه لا سنان لا والو، ونجربو عاوتاني هذا ونشوفو واش غادي يصدق ليا حتى هذا ولا لا.
هانتوما. تا هذا ما بيهش، غادي يجيو زوينين، غادي نلويهم معيدة ولا نخليهم هكا بلا ما نلويهم هما، حيت هما ماشي بحال هذاك النوع. نخليهم حتى هما هكا. ايوا هنايا كما كتشوفوا صافي شكلنا هاد العجينه ديالنا ولا هاد الحلوه. شي حد شي وحدين شكلناهم هكا، شي وحدين شكلناهم بحال هادوك عين الجمال ولا كل واحد اش كيسمي ولا الدمعه. ايوا صافي هنا درنا الزيت وكنحمروا في هذا وكنقليوا في الحلوه ديالنا. مهم كنحاول نزرب الفيديو باش ما يجيش طويل. انتم كتشوفوا صافي سالينا سالينا الحليوه ديالنا، طيبناها. راه الصراحه كتعطي كميه كثيره انتم كتشوفوا. وانا قررت غادي نغمسها بالعسل، في العسل. صراحه درت واحد الغلط، كون غير ما غمستهاش بداك العسل، حيتاش خليت العسل سخون شي وحدين تهرسوا ليا، تهرسوا ليا شي وحدين في دوك الطويلات هذوك، اما هادوك اللي دايرين بحال الدمعه ما تهرسوا، ولكن دوك الطويلات تهرسوا ليا واحد شويه. ولكن خليت نسيت البوطه، نسيت البوطه هكا ودرتهم، هادوك اللي لتحت تهرسوا ليا. وهنا صافي رشيده كتقلبهم ليا في الكاميله، قالت لي بلاتي نقلبهم لك هكا باش يجيو دغيا زعما باش ما يتهرسوا. وصراحه تهرسوا ليا شي وحدين. المهم ما ديروش نتوما هاد الغلطه اللي درت. اللي بغى يعسلهم يعسلهم، اللي ما بغاش يعسلهم ما يعسلهم. صراحه هاد الحلوه جات بنينه وجات زوينه. كنصحكم تجربوها والله العظيم الا جات زوينه، خصوصا الناس المحبين ديال السكريات. صراحه راه جات زوينه. وهاد العسل اللي غمستها في العسل، العسل زعما اللي صايبت في الدار فيها العشوب فيها كلشي. يلا بسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.